الواحد كيقول هذيك مقابلها انت. اللي راه هو الطبيب هضره 3 سنين ما جاش شاف، هو ساكن في كازا في انفا 3 سنين ما جاش عندك. كانوا بغاو يبيعوا الدار باش يتنفعوا من الفلوس، تاع ملي ما بغاتش تبيع لهم الدار خلاوهاك. دابا هما النهار الاول كانوا بغاو ياخذوا لها الدار، كانوا بغاو فاش مات جدي كانوا بغاو يبيعوا الدار ويقسموا الورث. السيده جده، دابا هاد جده عندها 9 ديال الوليدات، ماتو جوج بقاو 7، جوج بنات وخمسه ديال الولاد. خمسه ديال الولاد فيهم ثلاثه واصلين، واحد كولونير ماجور راشد تقاعد، واحد راه طبيب ودابا خدام في دار الضريبه في ليزامبو، وواحد راه كان خدام في واحد لوزين دابا راه ساكن بعيد شويه هنا خارج على كازا شويه. والبنات راه عندها وحده هي تبارك الله واصله، منهم الوالده هي اللي واصله، وحده حالتها شويه ماشي هي هذيك. وها انت كتشوف الدار كي دايره، الا دخلتي لهيه صورتي الدنيا راه مرونه، ما عرفتش كل واحد كاين الثقه في واحد، كل واحد كيقول لهم هذه امك ولا هذه امك. بيتو بصح ويجي هنا ملي ماتوه وما تلاش وحقرني انا ما تلاش يطلع الجو. علاش خلاوك هكا؟ علاش خلاوك هكا؟ اه علاش خلاوك هكا؟ شكون وليداتك؟ هذوك ما شاد السفلي وشاد الوسط وما كيطلعش يطلع عليك امي، وشاد الحانوت اه وما كيطلعش يطلع عليك، هو ساكن تحت منك وما يطلعش يطلع عليك. يطلع لا لا كانوا مديرين شي حاجه يذوقني، ما كانش ما يعطينيش والو. والاخرين هذاك راه خدام وراه عنده برطمه في السطح، بيته بضبو تلفازته بكل شيء ليه، خاصو باش يكمي باش يتحسس، خاصو باش يتحسش. والاخر يوم اللي شافني هذا شاف ولد هو مدير، ولد خويا ولد خوه تا هو زيدو في السيرفيسو، ولد خوه دار لي الجليسات اللي غادي نشربي من الحليب وهذيك، وهو يا هز لي هذه راه جدة دابا راه دخلات في 90 عام، دابا راه 90 عام دخلات في 90 عام. ياك امي عندك 90 عام دابا؟ اه عندك شي 90 عام دابا في عمرك؟ شنو؟ عمرك قلت لي انا ولد ربيع، انا ولد بنتك. انا عرفت قلتي لي ولد ربيع. اه راه خدكم في رمز النقر غتحنف الا كانت في هذه الحاله هذه، واخا ماشي ولد بنت بس كان عمر رمز النقر ما ترضاش تشوف عايشه في هذه الحاله. دابا هما كل واحد كيقول هذيك مقابلها انت. واش نقول لك دابا هما كيجيو عندها، جات عند الوالده قالت لها يلا معايا للدار بديك تعيشي معايا، ولا قلتي لها يلا راه معايا للدار ما تخرجش من دارها، قالت لك راجلي مات مشى وخلاني في الدار غنبقى في الدار تنتبعو، ما تبغيش تخرج ليا دابا من الدار، بغيت تجي تحمر باش نديها للدار عندنا تحيد من هاد الحاله، ما كتبغيش تخرج ليا. راه لي راه هو الطبيب هضره 3 سنين ما جاش شافها، هو ساكن في كازا في انفا 3 سنين ما جاش عندها. الدار مسخر الريحه ديالها انا داير بافيت على اما الحاله راه كتشوف هاك حاشاك هذاك الشيء اللي في الحيط، كاكا اللي في الحيط راه هي في الحيط، هي في الارض راه فوق المنطل هي هذاك السياره، ولي كيدير هاد الحاله راه ولدها ولي كيدير هاد الحاله في الحيوط وفي الارض. عندها جوج، عندها وحده هي حاله شويه ماشي تا اللي باغ، ما كانت مريضه في الصغر شويه باقا بحال مريضه شويه عقلانيه ما شاداش الخط، وكاينه الوالده هي اللي في خوالات، كاينه الوالده وهذه هما اللي بقاو في بنات. والخوت كاينين خمسه ما عقلوش عليه، ها واحد ساكن لتحت، ها وحنا طلعنا وما جاش طالته شكون يشوف شكون يطالع. اش غنقول لهم الله دابا عندي نقول لهم والو، نقول لهم اشوفوا بنات السيده هذه راه امهم، واخا تكون كيف ما كانت راه كبرات وتهلات فيهم، راني كنت صغير كنجي لهنا كانت الدار مقاده كان كلشي مقاد، كانت كتهلا فيهم كتهلا فيهم، ما عمري شتها دارت لشي واحد شي حاجه. دابا هما النهار الاول كانوا بغاو ياخذوا لها الدار، كانوا بغاو فاش مات جدي كانوا بغاو يبيعوا الدار ويقسموا الورث، والوالده خافت من الوالده دخلات باش تبلوكي الدار ما تخليهمش يدخلوا فيها، حيت خاصكو شي سنين، الوالده قالت لهم ما تسناش، اصلا كانوا الناس ساكنين لتحت، خالي ساكن لتحت، دارت ليه الاستغلال باش ما يسنيش، حيت لا بغى باش يسني ورقه يخلص شحال من شهر عنده ديال الاستغلال، حيت هو راه باقي ساكن لتحت. بلوكات لهم الدار باش ما تتباعش، راه هي الدار شو كيولي خلاوها مرميه، كانوا بغاو يبيعوا الدار باش يتنفعوا من الفلوس، تاع ملي ما بغاتش تتباع لهم الدار خلاوهاك. وانت كتشوف راه كنت تباعت الدار كره واحد فيهم شد امه يرباها خلاها عنده وكلها شربها، ودابا ملي كتشوفها بقات في الدار بوحدها راه حتى شي واحد ما كيطلع عندها.
لو كنت دار تباعت وشد فلوسك وراك قابل امك وراك واحد في ولادها سكن امي يعني. واحد راه عنده الولاد، واحد راه بولادو، الاخر هو عنده جوج، راه واحد مخليه في الطاليان وواحد هو في دكالة، وهذا المجرم هو ما خدام ما ردام، يدور يتشمكر ويطلع لي انا. هذا راه ولدها اللي داير هذه الحاله في الدار. من هذا المنبر كنقول لهم امكم هي على الفوق راه باقا عايشه حد الان، راه باقا، واخا راه هذا الشيء راه ماشي عيشه هذا الشيء، ولكن راه باقا النفس كتطلع وتبان. واحد يجي يشوف منها ولا ما كان حتى شي واحد يشوف منها، هزوها ديوها لدار العزازه تما راه غيتهلاو فيها الناس. الا بقات في هذه الحاله انا راه ما خدامش، انا باقي كنقرا، انا باقي كنقرا، لا زعما كنت خدام راني نديها ولادها لا باس اليوم. راه شنقول لك، ولكن انا ما نقدرش نتكفل بها، انا كنقرا هذا جاي ديال واجبتكم نتوما، غادي الناس بزاف كيشوفوكم راه غادي واحد فيهم غيدخل يجيب البوليس ولا يجيب اي حاجه يديوها لدار العزازه.